نظائر الهيدروجين. هناك ثلاث نظائر للهيدروجين. دعنا ندرس كل الثلاث نظائر بالتفصيل. بروتيوم واحد H واحد، تحتوي نواة البروتيوم على بروتون واحد فقط. ديوتريوم أو هيدروجين ثقيل واحد H2 أو D، تحتوي نواة الديوتريوم على بروتون واحد ونيوترون واحد. تريتيوم واحد H3 أو T، تحتوي نواة التريتيوم على بروتون واحد واثنين نيوترون، وبالتالي فإن أعدادهم الكتلية هي واحد واثنان وثلاثة على التتالي في الطبيعة. وبين الثلاث نظائر فكمية البروتيوم هي الأكثر، فهي 5000 مرة أكثر من ذرات الديوتيريوم، وكمية ذرات التريتيوم صغيرة جدا. من المعتقد أن نسبة كمية ذرات التريتيوم الموجودة في ذرات الهيدروجين الطبيعي تكون بنسبة 10^17 إلى 1. التريتيوم غير مستقر ويمتلك خواص إشعاعية. هذه الثلاث نظائر لها نفس التوزيع الإلكتروني، وعلى ذلك فإن خواصهم الكيميائية واحدة، ولكن الخواص الفيزيائية والنشاط في التفاعلات الكيميائية مختلف. من الطبيعي أن يكون البروتيوم هو الأكثر نشاطاً من الديوتريوم، وموضح بعض خواص البروتيوم والديوتريوم. درجة غليان الهيدروجين تكون 20.4 كلفن، ودرجة الانصهار 13.8 كلفن. درجة غليان الديوتريوم 23.9 كلفن، ودرجة انصهاره 18.7 كلفن. عموما الماء الثقيل المستخدم في المفاعلات النووية يحتوي على الديوتريوم.